السلام عليكم، معكم الاخت كيمه. ولا هذه اول مره تزوروا القناه، ادعوكم الاشتراك في القناه والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد يوميا ان شاء الله. اذا اليوم راح نحضر معكم كروكي ولا اروع، يجي البنه ديالو مختلفه وكذلك يجي مقرمش وطري يشد اطول مده ممكنه بذوق الشوكولا والقهوه. ذوق القهوه والشوكولا ديجا هما عندهم ذوق ورائحه طيبه. راح نضيف لهم كذلك ذوق تاع البرتقال والليمون، الشيء اللي متوفر عندكم. اذا مباشره نعطيكم المقادير التاليه. عندي هنايا مبشور تاع البرتقال، تحبوا تبدلوا ديروا ليمون يبقى اختياري. هنا عندي 80 غرام تاع حليب البودره، 80 غرام تاع بودره الكاكاو اللي هي بودره الشوكولا، 240 مليلتر الكاس. هذا الكيل ديال تاع الكاس تاعي 240 مليلتر. كيلت به كاس سكر، كاس زيت وكاس بيض. وهنا عندي قهوه سريعه الذوبان نسكافي. وهنا عندي وحدة ونص تاع خميرة كيميائية ما يعادل 15 غرام تاع الخميرة. وهنا عندي الفرينة باش نبيها العجلة. ملاحظة فقط، البيضة هنايا إلا كان عندكم الحب الكبير راح يجيكم أربع حبات حتى خمسة، وإلا كان صغير ديرو 6 حبات بيض الحجم الصغير. نروح الآن مباشرة لطريقة التحضير. بسم الله، أول شيء نخلط البيض مع السكر. بسم الله، هنا أنا جوني 5 بيضات كاملة، نضيف لها كاس تاع السكر. الى عندكم الباطو حركوه بالباطو، ولا ما عندكمش ديروا بالفوي. هنا راح نستخدم الفوي. بسم الله، نخلط جيدا حتى يذوب السكر تماما. بعد ما خلطت هنا كما راكم تلاحظوا البيض مع السكر، الان راح نضيف الزيت الكميه كامله. نخلط هكذا شويه، مباشرة راح نضيف حليب البودرة، نضيف مبشور البرتقال، وندير باكي ونص تاع الخميرة. على درجة الخميرة دوكا لأن باش تجيني كيف كيف العجينة كيطلع طلع بقوام واحد، لأنه راح نقسم العجينة على زوج، لأنه راح نعمل نصف نديرو بالشوكولا ونصف نديرو بيض يبقى عادي، يبقى فقط بذوق البرتقال. اذا هنا قلت لكم ديروا باكي ونص، الباكي الاولى اللي درتو، هنا راح ناخذ النصف فقط هكذا. راني خليت النصف المتبقي ونخلط هاد المكونات كامل مع بعض برفق هكذا باش الخميره هذيك تتخلط وما تبقاش كيما نقولوا مكعبات، تقعدوا تاكلوا يجيكم الحموضيه هذيك تاع الخميره. نخلط هكذا برفق هكذا، ونخلط كامل المكونات ونبدا نخلط بسرعه هكذا. تحصلوا على قوام كريمي كما راكم تلاحظوا. الان راح نجيب وعاء واحد اخر ونقسم فيه العجينه. كيما راكم تلاحظوا راني قسمت، هذا نديرو العجينة البيضاء وهذا راح نديرو العجينة تاع الشوكولا. اذا بالنسبة لعجينة الشوكولا نديرلها الكاكاو، نديرلها كمية معتبرة نبقى حسب الذوق تاع نسكافي او الشوكولا سريعة القهوة سريعة الذوبان. هنا راح نحرك جيدا حتى يتخلط مليح هذاك الكاكاو والشوكولا مع هاد العجينه، حتى اللون تاعها راح يتبدل تماما، راح يعطينا اللون البني. نخلط مليح حتى يذوب هذاك الكاكاو ويذوب كذلك القهوه. نخلط مليح ونبدا بسم الله نلم العجينه بالفرينه. حتى تتلم العجينه مليح، حاولوا كيفاش كي تخلطوا العجينه تاعكم. بسم الله،
تخلطوها باليد، حاولوا كي تخلطوها خلوها شويه طريه باش نقدر نتحكم بها وما تجيناش العجينه يابسه. وهذا سر النجاح نتاع الكروكي، جامي العجينه تاعكم تيبسوها، ديما تجي عجينه طريه كيما اللي نستعملها لبتي فوخ. لم العجينه تاعي ما نعجنهاش، لم فقط نحي كامل هذاك الطروف، لم العجينه تاعي ونرجع فيه مع بعد بقاو معنا نتحصل على هاد العجينه الطريه. كما قلت لكم تجي طريه بزاف، لاحظوا نحطها بجهه نغطيها نروح نحضروا العجينه الثانيه. بسم الله بذوق البرتقال، بسم الله نجيب هنا الفرينه ونبدا نلم العجينه تاعي كيما طميت العجينه الاولى، نديروها طريه بزاف ما نعجنوهاش ونلموها فقط باصابع اليد باش تجيني العجينه طريه وتجيني ناجحه. اذا نلم العجينه تاعي ونتلاقاو فيما بعد نوريكم الطريقه كيفاش راح نشكل هاد الكروكي. ابقاو معنا. انا كما قلت لحظاني كملت العجينه تاعي، الان راح نصنع حلابش. ناخذ هنايا نصف، راح ندير باسكو زوج حلابش، نقسم العجينه البيضاء على زوج هكذا. اعتذر طريه بزاف، راح نحط فوقها ثاني عجينه كيس بلاستيكي واحد اخر، ندير من كيس بلاستيكي من وكيس بلاستيكي من، ونبدا نفتح العجينه الى مربع يكون كبير. العجينه راهي جات كيما تاع الصابلي، جات حشيشه ما شاء الله، نفتحها مليح ونرجع. كيما راكم تلاحظوا هنايا راني فتحت العجينه تاعي على الخيطه حتى مليت هذيك الكيس بلاستيكي المربع ومازالو من تحت. نفس الشيء كي نادت العجينه البنيه البيضاء، راح ندير كذلك هذه العجينه البنيه، نفتحها كما فتحت البيضاء هذيك، نكمل نفتحها ونرجع فيما بعد كمان. احنا بعد ما فتحت العجينه البيضاء والعجينه البنيه، الان راح نحط هذه فوق هذه. بسم الله باش تجي كي قيس قيس لازم نحطوها هكذا هكذا، من بعد نضغطها هكذا شويه من فوق هكذا بالحلال. باش ما تحلش العجينه من الداخل من بعد هنا نحي هذاك البلاستيك الكيس البلاستيكي هذاك ونبدا نرولي. بسم الله نحي هذاك الكيس البلاستيكي هكذا، ونحي هذاك الكيس البلاستيكي بهالطريقه هكذا، ونبدا نكمل نرولي. كل ما نرولي نضغط شويه استعانه بالكيس البلاستيكي. بعد هنا كيما قلنا نقدر نتحكموا فيها، نستغناو على الكيس البلاستيكي نهائيا. كل ما تروليو حاولوا تضغطوا شويه ماشي طال لدرجه وين تتخسر هكذا هكذا حتى نكمل كامل العجينه. شفتوا هنا كي جبتها كيفاش هكذا حتى نكملو كامل العجينه. هنا راني كملت وليت الكروكي تاعي، ندني هكذا باش تحصل على حلبوش مليح. نغلق هاد الجوانب هكذا بأصابع اليد هكذا حتى نتحصل على هاد الحلبوش. نزيد نكمل ندير الحلبوش الثاني ونتلاقاو فيما بعد بقاو معنا. اذا هنا كيما راكم تلاحظوا بعد ما كملت الحلبوش ديالي، الان راح نضغط عليهم هكذا شويه باش يجي من طرف لطرف تاع السنيوه
ما يجيش عليه بزاف باش ما يتشقق لكمش. نحط هكا شويه. نفس الشيء الحربوش الاخر، وبعدو ما بيناتهم ما تلصقوهمش، راح ندخلو الفرن ساخن 170 درجة، نطيبوه من التحت لما نشوف باللي بدا ينشفو، بدا كيما نقولو ياخذ اللون الذهبي، راح نشعلو الفوق من بعد نحيهم خليهم يبردو تماما ونرجع فيما بعد لطريقة التزيين. بقاو معنا. اذا هنا كيما راكم تلاحظو بعد ما طاب الكروكي تاعي، هذا هو الشكل اللي نتحصل عليه من التحت، وهكذا من الفوق نحطو في السياج. ذوبت هنايا قليل من الشوكولا، درت لها شويه تاع الحليب باش تمشي لي، والان راح ندير الكلاصاج تاع الشوكولا فوق الكروكي ديالي هكذا. لازم يسيح حتى الجوانب هكذا، قبل ما ينشف الكلاصاج هنا راح نجيب الفوندو ولا الشوكولا بيضاء وندير نرسم هكذايا خطوط رفيعة بيضاء هكذا. ونبدأ نرسم بهذا العود هكذا، نرسم خطوط هكذايا. الآن نزيد نرسم الجهة المعاكسة هكذا، هاي الطريقة. نفس الشيء الحربوش الثاني، شوفوا كيفاش يطيب، يطيب ما شاء الله. أنا راح نزيد ندير له طلية تاع الشوكولا. إذا نكمل نطلي الحربوش الثاني ونزينه ونتلاقاو بعد ما نقطعو يبرد ونقطعو ونتلاقاو على مائدة التقديم. بقاو معنا. اذا كيما راكم تلاحظوا الكروكي تاعي هنا بعد ما جمدت هذيك الشوكولا وحكمت روحها قطعته، وهذا هو الشكل اللي تحصلت عليه. يجي حلزوني، يجي ما شاء الله الشكل تاعو ولا اروع، يجي يتفتت، يجي ما شاء الله. نتمنى الوصفه تاع نهار اليوم تكون نالت الاعجاب تاعكم، ولا عجبتكم الوصفه ما تبخوش عينا بجل، بارطاجيو الفيديو وشاركوا به الاصدقاء تاعكم. نتلاقاو في وصفات اخرى ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سلام.